10 و16 دقيقة. وحموضة المعدة هي موضوعنا مع الأستاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية. يمكن لكم أنكم تواصلوا معه على 0522-36-10-36 أو 0522-36-05-36 عبر الأسماس 5566-8 سجل درام تدسة. ضيف الحلقة، مرحبا بك أستاذ والباحث كريم العبد العلوي، كيف حالك؟ مشتا مبروكة أبرك إن شاء الله، مباركين دائما وبصحة والراحة. الله تعالى يتقبل من يمشى في سيولة المطر من الشهداء، والله يصبر الأهل ديالهم. بالنسبة للنحل، هذا السؤال تطرح لي في راسي، كيف تديروا دابا مع الشتاء؟ واش كيكون تواجد ولا أنتم تتربيوه عندكم؟ هو النحل في المنطقة اللي تكونوا فيها تيكون فيها غابات وأشجار، فهو تيسكن في ذاك الأماكن، ففي المطر تتكرف شوية، ولكن ملي تتشرق الشمس تيجي شوية عليه وتيجي ياخذ عسيرة. يعني في الوقيتة ديال اللي ما تيكونش كتخدموا بكم، يعني تيكون ما تيكونش عندنا احتياطي؟ لا تيجينا حنا من خارج المقر، خارج المركز، إذا فتي تيجي من خلال الغابات والأشجار والطبيعة. الوقت ديال الشتاء ما تيكونش لا. فالناس كيف كديروا مع العلاج يعني بدوني؟ هو ما عندناش خيار، فالناس يصبروا إلى غير يجي النحل. نعم، طيب احنا الموضوع ديالنا هو حموضة المعدة، غنعطي واحد المقدمة ومن بعد ناخذ الأسئلة ديال الناس. تفضل الأستاذ. إذا كيف تتعرفوا عندنا من الاعتياد تنشربوا الشاي بالسكر، هذا تيدير تيسبب حموضة المعدة. والغريب هو إلى حيدنا السكر من الشاي، بما نغلي الشاي ونشحره بلا سكر تيحيد حموضة المعدة. ممكن ناخذ معلقة صغيرة ديال الشاي ونشربها مع شوية الماء دافي فتتحيد حموضة المعدة. فحموضة المعدة من المسببات ديالها المباشرة السكر الأبيض. ثانيا هو الأكل اللي تناكلو، أكل فيه اللحوم كثير من جهة، وتناكلو الزيوت والمقلي، هذه كلها أشياء تتسبب حموضة المعدة. فإحنا كل ما استعملنا الماء المغلى من جهة فتنقي لاميكوز غاستريك، ذاك الغشاء الداخلي ديال المعدة، وتحيد كثير من المتعلقات به، وتنحاول نبنيوه بناء من جديد ونشطه من جديد. هذه من الأشياء اللي تتعطي علاج حموضة المعدة على المدى الاستعجالي ثم المدى البعيد والمتوسط. عندنا مواد كثير اللي تتعالج حموضة المعدة بحال الفول الخضر، بحال الروز يابسين تغزوهم، كذلك البطاطا خضراء عصير. وهذه من الوصفات الجميلة المتميزة ديال ثقافة البلد اللي خصنا إن شاء الله نعتزوا بها ونسجلوها ونستعملوها عند الحاجة. نعم، طيب نبداو بالأسئلة، نبداو بالرسائل على الرقم 5566 على شكل اس ام اس. اسماس يقول لك السلام عليكم، انا هادي 4 سنين وانا في الحموضه، كيطلع لي المرار من بعد ما كناكل، باش كتنصحوني؟ اول شيء حيد الشيء اللي مألوف من الاكل، من المقلي، معلبات والمعلبات داك المرار هو نيت الحموضه ولا كل حاجه بوحدها؟ المرار هو نتيجه الافرازات تاع المعده، غالبا تكون هذه الافرازات لهضم كل ما هو حيواني ودهني. مزيان، اذا فاحنا ناخذ كاس ماء مغلي عند الاستعجال، اذا في الوقت تاع العياء، ولما لا ناخذه الا كانت حموضه مفرطه، ناخذ كاس مغلي كل ربع ساعه 5 مرات إلى 6 مرات. هذا جانب. الجانب الثاني ممكن تناخذ عصير بطاطا، تنعصر بطاطا خضراء، مزيان تكون عندها ديك الآلة تتعطينا عصير، ففي البلاصة الحمد لله الحموضة تضبط. وهذه من الأساسيات. فقط السيدة هذه خصها لابد تراقب ماكلتها وتركز على أكل اللي يكون نباتي واحد الفترة ديال أسبوعين ثلاث أسابيع، إلى غير ما المعدة تسترجع القوة ديالها. نعم، طيب واش هذه الحموضة هي اللي تيقولوا لها الحرقة؟ هي تتسبب الحرقة. نعم، اذا واحد من الاعراض ديالها هي الحرقه. السبب. طيب بالنسبه لهاد النساء اللي كيكونوا كيعانيوا من الحرقه بزاف لما كيكونوا يعني في الحمل، كاين ضغط على المعده من جهه، وغالبا الاكل تيكون غير صحي، تياكلوا كثير امور اللي معلبات او تياكلوا امور اللي فيها بعض المقليات وغالبا شهيوات وكذا،
فالناس يستعملوا الماء المغلي وهو مهم في هذا الاتجاه. لذا تنصحوا كثير النساء الحوامل بالماء المغلي، تخفف على المعدة وتعطيها نشاط باش تكون إفرازات معقولة وما تكونش زيادة على اللازم. نعم، ناخذ طيب اتصال ديال أمينة نشوف السؤال ديالها. أمينة من قلعة سراغنا، السلام عليكم أمينة. طيب حد سعيد الاتصال بنا مرة أخرى على 0522-36-10-36 أو 0522-36-05-36 عبر الأسماس، كذلك على الرقم 5566 ديال درهم تتسي. طيب سؤال آخر يقول لك أنا كان عاني من حرقة المعدة ومن غازات كثيرة، وش عندهم شي علاقة مع بعضياتهم؟ الغازات عنده علاقة مع الأمعاء في الامتصاص، والحرقة عندها علاقة مع المعدة، فعدوا عالمين وكل واحد وطريقة العلاج ديالو. فقط أنه في إطار هاد المشكلين ممكن نعطيو علاج واحد هو الماء المغلي واحد، وثانيا تعلموا ناخذوا العظم ديال التمر نحرقوا في العافية تيولي جمر، ومن تيبرد من بعد ملي تيبرد مزيان تنطحنوه تنغربلو نص معلقة صغيرة مع شوية الماء قبل وجبات الأكل 5-6 مرات في اليوم، فهو مفيد للحموضة للحرقة، مفيد حتى الالتهاب تاع الامعاء تاع المعده، ومفيد في الغازات اللي تتكون كثيره على صعيد المصارن، فهو مفرغه ان شاء الله بطريقه جيده. اذا عقلوا العظم ديال الماوات الاساسيه هي الماء مغلي، الماء مغلي عنصر اساسي، ثم العظم ديال التمر مفحم فهو عطى نتائج، وتبارك الله الناس قبلوا عليه اقبال لا داخل المغرب لا خارج المغرب، وان شاء الله فوائده متميزه ولا وصفه من الوصفات اللي كانت وحاليا الناس يرجعوا لها على اساس انها ناجحه ومتميزه. نعم. وجربوها. نعم، ناخذ اتصال فتيحه. السلام عليكم فتيحه. السلام. نعم، بغيت نهضر مع الدكتور. نعم، كيسمعك. شوف اختي، عندي ولدي فيه كان عنده الفدك. الفدك فينا بلاصه عنده؟ كان عنده الفدك كبيره في وسط الكرش. اييه. هو اليوم مره كيتقي عليها هكاك الكحوليه. واش الفتك اللي عنده باين ولا خارج؟ على برا. على برا. على برا. هو اليوم ضعيف ما عندوش الصحه وما كيزيد في الوازن. اش منين انت في القلعه؟ توريرت. في توريرت. غادي تاخذ. بغيت تشوف الدكتور الله يخليك، بغيت تقول لي المركز ديال الوجده. 06 على تاخذ الفيكس 0536-52-10-41 اتصل بهم ودوز ديال النحل تما، راه نتائج كبيره ديال الفتق عن طريق النحل باش نعاودو نخيطو داكشي اللي تقطع وبدا تحل المعدنوس وتربطو له على كرشو من يجي ينعس. هذه طريقه هائله جدا. وفي الليل ديرو قويلب ديال الثومه واحد النصيص ثومه مشويه، وملي تمشي للمركز ان شاء الله نعطيوك. نعم. عنايه اكثر. وطبعا اللي كيسول على اي مركز ديال الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي تصل بزينب على 0522-36-83-03 أو 04. ناخذ اتصال اخر، خديجه من مراكش، وموضوعنا هو الحموضه ديال المعده. السلام عليكم خديجه. السلام ورحمه الله اختي، بارك الله فيك، باغي نهضر مع الدكتور. الله يخليك. نعم. تفضلي. الله يخليك. انا درت واحد العمل ديال استئصال المراره شي شهر هادي، وهاد الايام كيطلع معايا مروره من المعده ديالي، بغيت نعرف واش من الحموضه او لا شي مشكل اخر. وغالبا العمليه على المراره تتكون على كل حال، الناس اللي جاوا عندي سببت لهم كثير من المشاكل، منها الصفوريه تطلع اللوجاه، منها بعض العياءات في الكلاوي او في الرئتين، ولذا انا اللي تنصح حاليا هو دير البصله والعسل وتحاول تنقي الجسم ديالك، والغالبا الكبده ما تكونش مرتاحه حيت هي السبب في الحجر في المراره. وانا تنفضل العمليه ديال الاستئصال خطا، فكثير من الاخطاء تتنتج عليها، فاللي تنصحوا دابا هو البصله والعسل. 30 غرام ديال البصله 30 غرام ديال العسل بالسدره مثلا او الزكوم، تيترقد نص ساعه وتناخذوه كل ساعتين ونص 3 سوايع 5-6 مرات في اليوم. وبعدين من الحيواني بالعكس، ركز على خزو عصير، على الفجل، ركز على الخرشوف، ركز على المعدنوس، على التفاح، على الرمان. الا ما عندكش السكر هنا غادي تكون افضل وغادي ترتاح بشكل افضل. اما لو دخلتي في الكيماوي غادي تزيد على الشيء اللي ينتج عليه هذه الحموضه اللي هي العمليه الجراحيه، ونتمنى ان شاء الله بالصحه والراحه. الله يشافيك. حنان من تارودان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حنان. كي داير لاباس عليكم؟ الحمد لله. تفضلي شنو سؤالك؟ السؤال ديالي أنا عندي بزاف ديال الغازات في المعدة ديالي، وأي حاجة كناكلها كضر. عندك حموضة ديال المعدة؟ عندها غازات. تأكد لي حموضة ديال المعدة.
نعم. طيب نجاوبك حنان بعد قليل، غادي وقفوا سريعا وسمعوا كذلك كلام الناس دوزي، بعد نرجعوا دائما الأسئلة ديالكم مع الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية حول موضوع حموضة المعدة. آخر سؤال كان سؤال حنان الأستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفة الطبيعية حول الحموضة ديال المعدة، وفي نفس الوقت الغازات سؤالي كنا جاوبنا عليه، كنتي قلتي بلا الماء المغلي وكذلك العظم ديال التمر يتحرق حتى يولي جمر ويتدق ويتغربل ويتشرب مع شوية الماء قبل الماكلة 5 حتى 6 المرات في اليوم. كاين شي إضافة تعطيها لها؟ ألو بالنسبة للحموضة نعطيكم وصفات أخرى باش يكون شوية ديال التنويع، ولكن ما يكونش على حساب التبسيط والقرب تاع العلاج. اذا حبوبتين تنشحروه مع شويه ديال الزعتر وشويه ديال الكرويه غير ربع 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 في كاس كبير تاع الماء مغلي، وتنشربوا عده مرات في اليوم، فهو مزيان الغازات ومزيان الحموضه ومزيان اعاده بناء المصارن، بغيت معنا الغشاء الداخلي تاع المصارن وديال المعده، هادو مهم جدا. كذلك النافع معلوم يمكننا نرقدوه في الماء 50 غرام، نرقدوها في الماء معدني 12 ساعة ثم نفرشوا لها شوية القطن ومنذ نبتوها تنتعلموا ناكلوها. ولماذا؟ أنه ديما نديروا 2 معلقات كبار في إترو ديال الماء معدني، نخليه واحد 3-4-5 ثم نشربوا ونغززوا ذاك النفع. فهادو كلها من الأساليب اللي يمكن نستعملوها استعمالات وعطت نتائج كبيرة حقا في الغازات وانتفاخ الأمعاء. يمكن نديروا المرجان اللي ولى عليه إقبال هائل جدا في المعصرات، وبدأت تاخذوا بلا ملحه وخذوا من الماكينه مباشره، خذوا واحد 100 غرام في ان سيرانغ، حيدوا له الشوكه وديروا من اللور 3-4 مرات حقنه سيرجيه، فاعطى نتائج كبيره. الغريب هو الناس اللي كان عندهم الدود والتعفنات ديال الامعاء، فاخوات الخوه مصار من داك التعفنات والحمد لله كانت نتائج كبيره جدا. نعم. الاخت اتصال ام عبد المعين من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، تفضلي. بارك الله فيك. نعم، شنو سؤالك؟ لا خليك بيتنا مع الدكتور. نعم، كي سمعت. مرحبا، تفضل. لا خليك تضرني معدة بزاف. مناش تضرك المعدة؟ تعشيتي البارح بزاف؟ من سنين هذه لا كليت شي حاجة مزيدة تضرني، إلا ما كليت شي حاجة مزيدة ثاني ذاك الماء يبقى لي في المعدة تيحرقني. إيوا حيد الحاجة المزيدة ما بقاش تاكلها، وبالخصوص من بعد العصر. مزيان؟ هذا واحد. ثانيا بدا تاخذ عصير الرمان. حاول تاخذهم بعد العصر 2-3 المرات، او غلي شويه ديال الماء دير فيه شويه الزعتر والعسل يكون حسن لك، فهو غيكون افيد. وعلى الريق ديما خذ كاس كبير تاع الماء مغلي مع معلقه ديال العسل كبيره ومعلقه ديال البصله، غتخفف عليك الدهون والزيوت والعياء تاع المعده. ما يكون بس. ام عبد المعين مالكه، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك امينه، خصني نهضر مع الدكتور. نعم. خارج الموضوع لان سمعته هضر دابا على الفطق. تفضلي. الو السلام عليكم. نعم. دكتور عليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيك بخير. هذه الوصفه اللي عطيتي دابا ديال الفطق، واش ممكن دار حتى الفطق كبير ديال راجل كبير؟ بالطبع تدار، غير خصها الوقت ولا بد متخصص باش يدور النحل مزيان على المكان على الجوانب ديالو، وحنا غادي تنقرصوا وحنا تنجمعوا الجرح اون بو لو سيكاتريزي ان شاء الله شويه بشويه دون لا ريجينيراسيون. هذا جانب. جانب ثاني هو ديما المعدنوس نطحنوه اخضر وتنديروه مباشره على المكان وتنربطوه باش يتجمع، وداك الحاجه اللي وداك داك الاحشاء اللي تتخرج من المكان ديالها نحاول نرجعوها ونعاونوا في اعاده بناء داك لا ديشيرور اللي كاينه في المكان، وان شاء الله مع النحل والمعدنوس حققنا نتائج ونتمناو تعرفوا، والا سيروا المركز باش يساعدكم. نعم. ما يكون بس. مالكه لطيفه من دار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم مرحبا. بارك الله فيك. عافاك بغيت نسول الدكتور، عندي حرقه المعده دائما، وبغيت نسولو كيفاش نعالج هذاك الماء المغلي، واش نشربو هكاك سخون؟ واش كنشربوه سخون ولا يكون يبرد شويه؟ نشربو دافي. دافي 40-45 درجه. دكتور غير المرجان وصيت عليه وجاني وعالجت به هذيك الشقه ديال المطران. شكرا، بغيت نشكركم. مبروك عليك. هادو طبيا ما تتعالج. الله يجازيك بخير. شحال انت تتعاني منها؟ الطاقم ديال الاذاعه. شكرا لك. مرحبا. شحال انت تتعاني منها هاد الشقه ديال المطران؟ كتجيني مره وتمشي ندير الدواء ديال لافارما. شحال هذيك؟ صار سنتين 3 سنوات. اكثر من 20 يوم ما بغاش يوقف ليا النزيف مام بالدواء ديال لافارماسي. حتى جربت في 3 ايام، درت المرجان مع اتاي مدقوق والعسل الحر.
مزيان نتائج هائله. حقنه درتيها؟ لا درتو غير هكاك دهنته. دهنه مزيان غير دهن من خارجي. وعافاك وصيتنا جابوا لي واحد المرجان ملي تنحلو بحالك حليتي ليموناد كيكشكش. واش ماشي مشكل؟ عادي 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 شويه مر ومخلط فيه الماء. وهذا هذا جابوه لي ناس من العائله من المعصراني. ماشي مشكل استعملوا استعمال خارجي ماشي مشكل. ياك ونقدر ندير به الحقنه الشارجيه؟ بالطبع. شكرا دكتور. وهذا دليل انه لي فيسور لي فيستول والبواسر والجروح تاع المصارن خارجين او داخلين يمكننا نعالجوا بهم. وهذا شهاده مباركه. مبروك عليك الاخت وما شاء الله. بكم بس لطيفه سميره من الرباط. دائما موضوعنا طبعا هو حموضه المعده. معك استاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. اكيد في شدة الاسره على شدة فا. ما تنساوش لو بغيتوا تواصلوا معايا على 0522 36 10 36 او 0522 36 0 35 عبر الاس ام اس 5566 جدران تي سي. نعم سميره. السلام عليكم. بغيت نسول الدكتور. نعم. شامل وعندي المعده كضرني بزاف. نعم. ولا خديت دابا لافوكا موالفه الايام العاديه كناخذها ما كضرنيش. دابا ملي كنطحنها مع التمر كنحس بها بحال اللي شي شويه كتثقل عليا. ومن بعد كنحس بشي حروره طلعت ليا وشي حموضه. واش تكون هي اللي كتعمل ليها هكا حيت حامله او جو نو سي با؟ ما عرفتش انا واش نبقى مستمر واخا ناخذ ديك لافوكا والتمر معصورين او لا. لا دير شويه ديال التفاح واحد وحاول. اش من شهر دابا انت؟ انا دابا تقريبا غدا السابع. ايوا تبارك الله ما شاء الله. بدا تاخذ شويه الماء مغلي بعدا. بعد تاخذ واحد جوج لتر حتى ثلاثه خذهم بعد الفطور بساعتين وقبل الغداء بواحد الساعه الا ربع ساعه ومع العصر وقبل العشاء وملي تجي تنعس. حال هادو بعدا غادي يخفوا عليك وغادي ينقيو لك الغشاء الداخلي تاع المعده وغادي ينشطوا تنشيط واحد. ثانيا غادي غدا تاخذ المرجان يكون شي حاجه نقيه خذو مع شويه العسل. واخا دير كاس كبير ديال الماء مغلي معلقه ديال العسل كبيره معلقه ديال المرجان ودير واحد نص معلقه ديال النافع مثلا مطحون او شويه ديال النبك مزيان وتعلم تشربهم غادي يعاود يبنيو لك الغشاء الداخلي وان شاء الله بالصحه والراحه. ليكم بس ام العيد من هو راه. السلام عليكم ام العيد. نعم. طيب ناخذ خالد من الحاجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي تفضل. بارك الله تحية ليك وتحية الأخت لاستقبال المكالمات وتحية للدكتور وكل طاقم الأسد إفئين. مرحبا الله يبارك فيك. أنا وسهلا. بارك الله. أنا عندي واحد السؤال على سيدي زيت العود. أنا كنشرب الماء بزاف. نعم. ولكن ملي كنفطر زيت العود كيضرني المعدة ديالي بزاف. هذا هو السؤال ديال الدكتور. شتي الطبيب؟ لا ما مشيت للطبيب. لا. إوا شوف الطبيب ودير كاميرا ودير دير دير, دير, دير الفحوص باش تكون عندنا الرؤية أوضح. اما ك ك ك كحل جزئي على ما تشوف الطبيب تبدا تعصر بطاطا وتبدا تاخذها باش نشوفوا واش حتى الا كانت الامعاء عندك شويه متعبه نحاول ان شاء الله نضمدوا الجروح ونعالجوا شويه هذا المشكل ديالك كثره الافرازات ممكن ونتمنى لك خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نمشيو شويه الرسائل على رقم 556 دائما رسائلكم. كتقول انا حامله بغيت نعرف شنو نستعمل للمعده والحموضه ديالها. ذكرنا كذلك هذا جاوبنا عليه. قالت لك واش الماء والبصل يعني والثوم يصلح لها هي وهي حامله؟ ايوا الماء والبصل غادي هنا غادي تدخل واش المعده متعبه ولا صحيحه. انا تنفضل قويلب ديال الثوم. قويلب ديال الثوم تستعملوه مزيان نصيص ثلاثه المرات في النهار مع 8 الصباح وفي العشيه مع العصر وفي الليل مع 9 الليل. قويلب كل مشوي ومع زويته وعسيله مزيان غادي يخفف عليها يخفف عليها الدوره الدمويه وينشط لها الامعاء ويخفف الالام ديال الرحم من جهه. ثانيا انه تاخذ الماء المغلي جوج كيسان او دير في اما دير في اما بوحدو واما دير فيه شويه ديال العسل وتشربو جوج ثلاثه اربعه حتى خمسه سته المرات فين غادي يعطيها واحد الراحه للامعاء راحه للمعده وسورتو غادي يعطيها واحد القوه والحيويه. وتستعملش وما تنساش زيت الزيتون دير به دي مساج البطن ديالها والظهر ديالها وراسها باش تكون في راحه كبيره ان شاء الله وبصحه وراحه. نعم. طيب ناخذ ياسين. ياسين من الولايات المتحده الامريكيه. السلام عليكم ياسين. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. الو صباح الخير. سي ياسين هذا. الو. نعم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شكون معنا؟ ياسين من امريكا. ياسين لاباس عليك. اش من ولايه؟ اش من ولايه؟
هلو ياسين، اش من ولاية انت في امريكا؟ ياسين امريكا في اين بلاصة في امريكان؟ ياسين صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. مرحبا، نهار مبارك. نهار مبارك يا اخي. المهم عندي واحد ثلاثة شهادات والله العظيم كان معتز بها وكان فرحان بها، انني كان عندي ثلاثة مشكلات. ثلاثة كان عندي مشكل ديال الشبكة كانت محيدة ليا، واستعملت غير بفضل المتابعة ديال البرنامج ديالكم. مرحبا. برنامج سدى اتهام وبفضل الانترنت انني الشوك ديالي رجع ليا. مبروك عليك ما شاء الله. رجع ليا غير بي خريت النحل وبالعسل البطل والعسل وبالريجيم، انني حيت المواد الحيوانيه. وخا عندنا في امريكا كاين واحد الصعوبه انني نحصل على النحل، ولكن بفضل المجهودات ديالي وداك الشيء تمكنت انني نحصل عليها من واحد المزارع كي اوردر هادني في الناس اللي باغين عندهم كي تسمى الفينوم ثيرابي بي، الناس اللي كيديروا الثيرابي بالنحل. جميل جدا، مبروك. اش من ولايه انت يا سي ياسين؟ نعم اخويا. اش من ولايه انت يا؟ انا في بوسطن في امريكا. تبارك الله عليك، وصعب صعيب تحصل على النحل تما. نعم. ولكن كاين شهاده اخرى ثاني، انني مشيت عند الدكتوره ديالي. نعم. عندي تشمع في الكبد. لا اله الا الله. وكانت خرجت لي واحد الفانيد، وهذيك الفانيد نهار مشيت للمغرب ما ديتوش معايا، ولكن ملي تبعت البرنامج ديالكم استعملت غير عصير البصل والنحل. ملي رجعت عندها دارت لي التحاليل لقات عندها ان الكبده ولات صافيه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك سي خالد سي ياسين. واستعجبت انا ما قلت لها راني كنستعمل الفانيد ديالك، ما بغيتش نقول لها لان نعم. ما غتحس بواحد الراحه لان نقول لها ما استعملتوش، ولكن 100% بانني انا عصير البصل الحمد لله. لا الشهاده الثالثه. نعم تفضل الشهاده الثالثه بسرعه ياسين. انا شويه ما كنسمعك مزيان. نعم شنو هي الشهاده الثالثه؟ تفضل. اوكي. غير واحد طالب كنطلبوا من كريم العلوي. نعم مرحبا. انه مثلا هنا في امريكا كيبحثوا عن واحد خريطه نفع النحل. عندنا موجوده في المركز، نحاولوا نشوفوا كي نتواصلوا ونرسلوها لك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. سي ياسين شكرا لك وهنيئا لك. مبروك عليك. والشهاده الثالثه ماشي مشكل ان شاء الله، غادي بعد فاصل سريع نرجع. 10:48 دقيقة نمشيو ناخذوا اتصال ام العيد دائما في الموضوع ديال الحرقة او الحموضة ديال المعدة مع الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي أمينة مرحبا. أم العيد تفضلي. ربي يخليك. تحية ليك وتحية للدكتور كريم العلوي. مرحبا. لأن من العواشر ديال رمضان وأنا كنتصل وبغيت وكنسول عليه وكنسول بغيت النمرة ديالو، وأنا بغيت نسولو سؤال على الأخت ديالي. نعم تفضلي شنو السؤال؟ كلات الليمون كتكون عندها دائما تقيؤ، كتاكل ليمون وكيكون عندها تقيؤ ديما. المهم شربات البطاطا ولكن ما دي المهم كلات الدواء دوزات كيقول لها عندك المعده، ولكن المهم فاش كتقطع الدواء كتبقى كتحرقها المعده، وخصوصا الا كلات الليمون بزاف. راه عندكم المركز في هواره في ولايه التيمه في شارع محمد الخامس حدا سي تي ام، دوزوا تما وغيتصلوا بي. انا غنكون هاد السبت تما ان شاء الله تعالى، وحاول تاخذ المواعيد ونحاولوا ان شاء الله نقدموا لك العلاج الكافي. حاول تاخذ صوره سي عند الطبيب الاختصاصي ويدير لك كاميرا وشوف المعده كيف هي، على اساس ان شاء الله نحاولوا نشتغلوا. وحاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها هو قريت النحل مزيان لها في هذه الفتره هذه، وان شاء الله تعالى نحاولوا تزيد تستعمل بطاطا خضراء وتستعمل المرجان غرغره تشربوا، ومن يكون ان شاء الله تما نحاول نعطيوها تتمه العلاج ان شاء الله. نعم ما يكون بس ام العيد، عاود تصلي زينب باش تعطيك كل الارقام الخاصه بالاستاذ عزيز من الرباط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله صباح النور. صباح الخير تفضل. مرحبا نهاركم مبروك. الله يطول لي عمرك. دكتور عرفتك انا عندي الحرق في الفم ديال المعده. نعم اياه. الفم ديال المعده عندي كيحرقني بزاف، وبالنسبه بالنسبه لليغاز، الليغاز عندي كرشي منفوخه بزاف. وبغيت عرفك غير نسولك الله يجازيك واش الو؟ وي كنسمعوك. نعم. الله يجازيك بخير، بغيت غير نسولك واش بالنسبه لحرق المعده ممكن تطلع على طونسيون؟ حسب ولا كان الا كان انسان معصب وممكن تسبب له توتر وعصب.
ولكن تبقى ديما انه خصنا نعالجوها. فحاول تستعمل الغرغره تاع المرجان عده مرات، فمزيانه الفم ومزيانه المعده، غير خذو يكون فيه ما يكونش فيه ملحه، يكون نقي. ولا بغيتي تضيف له شويه ديال العسل مزيان وتخلطوا وتبدا تغرغروا وتشربوا، يكون جميل جدا. مع لا ساعه تنحل في الحلاقه مول الودنين والمعده يكون طيب. فقط لا بد ناكدوا على انه لو ديكولمون دو غيتين او الشبكه ديال العينين تطيح. هانت شتي تبارك الله الاخوان ديالنا في امريكا اللي تنقول لهم مبروك الف مبروك تينجحوا، وفي هولندا نجحوا مع امراض العيون. كيفاش انه حد الان انه كيف نديروا نزيدوا نساعدوا الناس عن طريق لا ساعه النحل والكحول تاع العسل والبسطه والعسل الاكل، يمكننا نعاونوا الناس يخرجوا من العمى ومن ديكولمون دو غيتين اللي الناس يأسوا، وخا الليزر وخا السيليكون وخا العمليات الناس ما نجحوش. فان شاء الله خصنا نزيدوا ندعموا، وان شاء الله حنا غاديين في هذا الاتجاه. اما لي سيغونس دو فوا التجمع الكبدي وهذا النجاح، فهذا نجاح متميز. الناس يخلصوا 300 مليون في الصين او في اماكن اللي فيها زرع الكبد، وحتى نفتخروا بهذا البلد المبارك. مبروك علينا هذا المغرب، مبروك على المغاربه على هذه النجاحات والحمد لله. نعم فاتحه من تاويرت، اخر سؤال واخر متصله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضلي. سي الدكتور العالمي، بغيت نسولك على الاستوما ديالي، المعده دائما عندي منفوخه. نعم. من كناكل تنفخ، الا شربت هكاك شنو فوقاش كنرتاح، ملي كنكون جيعانه هكا ولا ما واكلاش. اذا تعلم تاخذ الماء مغلي، ماء مغلي مع العسل كاس كبير على الريق مع شويه ديال النافع نص معلقه صغيره، وحاول تاخذي الماء مغلي ايترو مع العشره، ايترو مع الربعه، ايترو مع الثمانيه د الليل. وماكلتك هي شويه ديال الماء مع شويه ديال النافع نص معلقه صغيره ومعلقه ديال العسل. هي الى جعتي الى ضرك الجوع هي ماكلتك، واخا تسعود المرات في النهار. وقولب ديال الثومه دير عليه جوج سيمانات، ان شاء الله المعده غادي ترتاح وغادي يكون خير. نعم ما يكون باس. طيب نشكرك جزيل الشكر الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحله والوصفات الطبيعيه. نتلاقاو ان شاء الله في الاسبوع المجي في موضوع جديد ان شاء الله. شكرا لك، وطبعا للتواصل